أعداء الإسلام والمستكبرين. أن أمريكا والصهيونية عليهما أن يعلما أن استشهاد والدي كانت وراء وعي الكثير من أبناء الشعوب، خاصة أبناء شعوب المقاومة، فهؤلاء الذين سيسودوا الأمور بوجه أولئك أصحاب البيوتات العنكبوتية. يوم أمس شهد العالم استقبال الشهيدين من قبل الشعبين الإيراني والعراقي، هذين المجاهدين والكوكب الذي استشهدوا معهم، وسيشاهد العالم استقبال هذين الكوكب من الشهداء في طهران اليوم وغدا في كرمان، والرسالة ستصل لكل أنحاء العالم عبر هذه المسيرات المليونية. كان والدي يقول: يا ترامب المقامر، يا قمار، أن أفكارك الشيطانية في المنطقة لن تطبق بين الشعبين الإيراني والعراقي، وبحول الله سبحانه وتعالى أن الكبار المجاهدين سيقومون ويتصدون لك كما تصدى لك الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس، وأن العالم سيركع الاستكبار. يوم أمس البرلمان العراقي صادق على ضرورة إخراج وطرد القوات الأمريكية من العراق. أن أسر جنود الأمريكيين في غرب آسيا اليوم مضطربون في اليمن والعراق وأفغانستان، هؤلاء فليبقوا استقبلوا جنائز أبنائهم اللي لن يعيدهم إلى بلدانهم. يا ترامب المخبول، أنت نموذج للعوبة التي تكون بيد الصهاينة، فلا تفكر أن ولدي استشهاد. فوالدي كان والده إلى جانبه، قائده كان إليه إلى جانبه، ونحن أيضا كوا وقف والدنا إلى جانب القائد، سنقف إلى جانب قائدنا الإمام الخامنئي. اليوم السليمانيون رفعوا رسالتهم للمقاومة. عمنا العزيز السيد حسن نصر الله رفع رسالته. إسماعيل هنية بشار الأسد أبو حسن العامري وكلهم وكل واحد منهم لهم هم عملوا كما عملي وعمل والدي، وهم أكفاء لأن يكونوا كفءا للمقاومة والتصدي للاستكبار ومؤامراته في المنطقة. هذه لم تكن من كلماتي التي أقولها التي كتبتها، ولكن قلت أن والدي كان زميل له، فهو زميله السيد يجب أن نتحدث عنه، لأنه لم يكن يقوم ولا يقعد بدون استشارة والدي، فهو كان معه وهو نموذج للمجاهد الصادق، وهو الذي استشهد إلى جانب والدي رحمة الله عليه. همه ستمگران عالم بدانند
مستكبري العالم فليعلموا أن قلب العالم وقلب الشعب الإيراني سيكون موطنا لوالدي. فبالبداية في النهاية مرة أخرى نجدد البيعة لقائد الثورة الإسلامية، وأؤكد أنا وكل أبناء الشهيد سليماني سنعيش مع ذكريات والدي الشهيد الذي هو نحتسبه حيا عند ربنا، ونحمل رسالته ومهما يأمرنا قائد الثورة، ونحتفظ بهذه الوصية والاستشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.